السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أشارك معكم فيها وصفة جد فعالة لعلاج أو التخلص من فقر الدم بطريقة بسيطة جدا، يعني الأنيميا، هذا المشكل الذي يعاني منه العديد من الأشخاص كبار وصغار. فاليوم كما وعدتكم أنني سأطرح العديد من الوصفات البسيطة والفعالة في قناة جرب وحكم، فاليوم أحببت أن أشارك معكم أيضا هذه الطريقة البسيطة، هي طريقة عصير الرمان أو طريقة أكل الرمان. لماذا الرمان أحبائي الأعزاء؟ لأنه غني بعنصر الحديد والعديد من المعادن الأخرى، مثلا الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، الذي يساعد الجسم على امتصاص عنصر الحديد، مما يؤدي إلى زيادة عدد الخلايا الحمراء في الدم. وطريقة أخذه بسيطة جدا أحبائي الأعزاء، يمكننا أخذ حبة متوسطة بشكل يومي في يعني في أوقات وجود هذه الفاكهة، يمكننا أن نستغل وقت وجودها ونأخذ منها حبة متوسطة عن طريق يعني أخذ الحبوب، أكل هذه الحبوب هكذا. ولمن لا يستطيع أكل هذه الحبوب هكذا، يمكنه عملها على شكل عصير بشكل يومي، وسوف تلاحظون أحبائي الأعزاء تحسن كبير. يمكنكم التأكد يعني عمل بحث بسيط على فوائد الرمان بالنسبة لعلاج فقر الدم يعني الأنيميا. وأتمنى منكم أحبائي الأعزاء تجربة هذه الطريقة أو هذه الوصفة، وأتمنى منكم ألا تبخلوا عني بالدعاء ثم الدعاء والانضمام إلى أسرة قناة جرب وحكم المتواضعة، وأن تشاركوا وصفاتي في جميع قنوات التواصل مع الأهل والأحباب. جزاكم الله خير، وألا تبخلوا عني بالتشجيع بلايك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.